هنروح لزميلنا كريم احمد واللي هيكلمنا عن اخر الاخبار والاجواء والكواليس في مباراة اليوم. مساء الخير يا كريم. كل التحية ليك يا كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي، وكل التحية لكل جمهور وعشاء متابعي قناة الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله النهارده 3 نقاط كالعادة يكونوا مهمين جدا لفريق النادي الاهلي للحفاظ على لقب بطولة الدوري العام، 11 نقطة نقدر ان شاء الله المباريات القادمة 3 نقاط في 3 نقاط نادي الاهلي يحسم بالفعل بطولة الدوري العام رقم 42، ويبدأ بقى التركيز الكبير في البطولة الافريقية، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. احنا متواجدين في استاد الماكس بي الاسكندرية، اكيد طبعا الاجراءات الاحترازية هنا على اعلى مستوى، ويمكن جات لنا تعليمات كبيرة جدا طبعا من المسؤولين هنا، لابد المتواجد يكون لابس كمامه سواء المراسل او كل طبعا الكرو الخاص بكل القنوات، ودي التعليمات بنحترمها بشكل كبير لان هدفنا اكيد طبعا كاعلاميين الحفاظ على سلامه الجميع، ومطبق طبعا كل التعليمات. منشاه عسكريه طبعا هنا الامور فيها ماشيه بشكل حازم ورائع ومميز جدا، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تحديدا تنتهي بقى جائحه كورونا دي ونرجع من جديد ان شاء الله باذن الله نمارس حياتنا الطبيعيه. عايز اكلمك سريعا يا كابتن ايمن على كل الاجواء وكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي. الاستعداد كان اكثر من رائع في التدريب الاخير اللي كان على ملعب مختار التتش، ركز مستر ريني فايلر على انهاء السرعه طبعا في الارتداد، التغطيات العكسيه، التمركزات بعض المدافعين والمهاجمين. يمكن اوقف المران اكثر من مره على شرح التكتيك والجمل التكتيكيه اللي ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تقوم متنفذه في هذه المباراه، وحذر بشكل كبير جدا طبعا من فريق حرس الحدود، عندهم طبعا رغبه بشكل كبير. كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بتكون مباراه كؤوس، بتكون مباراه بطوله، بيقابل البطل فبيطلع كل اللي عنده في الملعب، لكن ان شاء الله باذن الله ينقصنا كل التوفيق في هذه المباراه. عندنا لعيبه عايده طبعا من الغيابات على راسهم علي معلول اللي بنتمنى النهارده ان شاء الله يكون موفق ايضا في مباراه اليوم. وعايز اذكر معاك سريعا يا كابتن ايمن التشكيل المتوقع بالنسبه لفريق النادي الاهلي والاقرب ان شاء الله في خوض هذه المباراه. في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال لليمين علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، احمد فتحي في المنتصف، ليو ديانج وحمدي فتحي على الاطراف، احمد الشيخ وجونيور اجاييه ومحمد مجدي قفشه، وتبقى طبعا الاختيار بين مروان محسن واليو بادجي. ده اللي يمكن نقدر نقول التشكيل الاقرب لفريق النادي الاهلي اللي ياخد هذه المباراه. واكيد كالعاده كابتن ايمن من خلالك ومن خلال الاستوديو التحليلي هنكون مستمرين معاكم طبعا عقب صدور التشكيل النهائي لفريق النادي الاهلي. كل الكواليس والاخبار هكون من خلالك ومن خلال الاستوديو التحليلي. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا زميل عزيز كريم احمد، واكيد هنتابع معاك طول الاستوديو ان شاء الله.